ينضم إلينا مباشرة من المنصورة مراسل النيل وليد هيكل. وليد، حدثنا عن جولة وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية لافتتاحهم عدد من المساجد اليوم بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية. نعم، شاهدت من خلال شاشة للأخبار، نتابع معكم بالفعل افتتاح وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية ومحافظ الدقهلية لعدد 7 مساجد جديدة هنا في مختلف مدن محافظة الدقهلية. كذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وانتصار أهالي المنصورة على الحملة الفرنسية عام 1250 وأسر لويس التاسع في دار ابن لقمان. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات شروت، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة الوزير، منذ شهر سبتمبر عام 2020 وحتى الآن تم افتتاح عدد 45 مسجدا هنا على أرض محافظة الدقهلية، كذلك اليوم مشاركة سيادتكم في العيد القومي وافتتاح عدد 7 مساجد جديدة، ما دلالة ذلك؟ بداية أهني الوزير المحافظ أيمن مختار وأهالي الدقهلية بالعيد القومي الذي يأتي بعد 771 عاما كما ذكرت، وهو تاريخ يزيد كثيرا عن تاريخ عدد من الدول، فهذه مدينة عريقة، جزء من عرائق تاريخنا المصري العظيم. مسألة المساجد في إطار اهتمام الأوقاف ببناء الشخصية يأتي الاهتمام ببناء المساجد مبنى ومعنى، سواء من حيث إعداد الأئمة أم من حيث البناء. اليوم بيتم افتتاح نحو 30 مسجدا، منها 7 مساجد هنا على أرض محافظة الدقهلية تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي. والذي يؤكد عليه كما أكدت في خطبة الجمعة أن الصدق جزء من ركائز الإيمان، جزء من ركائز الشخصية المصرية، جزء من بناء الحضارات. والصدق كما نطلبه من الدول، من الأفراد نطلبه من الدول. الدول الصادقة هي التي تفي بالتزاماتها وتعهداتها وعهودها ومواثيقها. الحقيقة الحضارة الإسلامية والحضارة العربية والحضارة المصرية تتداخل في بناء الشخصية السوية وتجمع على القيم الإنسانية. كل الشكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وبالانتقال حديث شروت إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومدى التعاون المثمر بين محافظة الدقهلية ووزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة وإنشاء المساجد الجديدة. أولا يعني بقول لكل شعب الدقهلية كل سنة طيبين، أعياد الدقهلية. بيشرفنا القامات العظيمة السيد وزير الأوقاف والسيد مفتي الجمهورية الاحتفال معانا النهارده بعيد الدقهلية اللي بدأت في شهر 2 8 2 وان شاء الله مستمره لغايه اخر شهر 2. وفي ظل القياده السياسيه العظيمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالانسان المصري، احنا يمكن النهارده افتتحنا 7 مساجد استكمال لمسلسل المساجد اللي احنا بنفتحها على مستوى المحافظه عشان الخطاب الديني وعشان الوعي للناس عندنا في المحافظه، وان شاء الله يبقى بكوره خير على اهالينا في الدقهلية. وبقول لهم كل سنه طيبين مره ثانيه. كل شكر لحضرتك سيادة محافظة الدقهلية. وأخيرا شروت بالانتقال إلى الحديث مع فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام. فضيلة مفتي الجمهورية، ماذا عن افتتاحات هذه المساجد وكيف تثمن جهود الدولة المصرية في إحلال وتجديد وصيانة المساجد خلال الفترة الحالية وإنشاء العديد منها في معظم المحافظات؟ أولا نحن نتقدم بالتهنئة الخالصة إلى السيد المحافظ السيد أيمن محافظ الدقهلية وإلى شعب الدقهلية وإلى القيادة السياسية والتنفيذية هنا في الدقهلية. نتقدم إلى هذا الشعب العظيم الذي استطاع أن ينتصر، ونتذكر هذا اليوم الذي بنى فيه أمجاده بهذه المناسبة. هذه الأيام التي بنينا فيها أمجادنا سابقا نحن بحاجة كبيرة جدا إلى أن نبني الآن نفس الأمجاد وأن نجتهد وأن نجد في العمل. لذلك تأتي هذه الافتتاحات الكبيرة للمساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى في هذا الإطار وفي سعي الدولة المصرية إلى البناء وللتعمير. ولذلك كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر جميعا بخير. كل شكر لحضرتك فضيلة مفتي الجمهورية. إذن زميلتي العزيزة شروت، بالفعل كانت هذه هي أبرز جولة معالي وزير الأوقاف هنا على أرض محافظة الدقهلية يرافقه فضيلة مفتي الجمهورية في افتتاح عدد من المساجد الجديدة في المحافظة بمناسبة العيد القومي. إليكم في الأستوديو شروت. شكرا لمراسل النيل وليد هيكل، كان معنا مباشرة من المنصورة.